الرحمن الرحيم. سورة النبأ الآيات الكريمة من 1 إلى 16، موضوعها الرئيسي أدلة البعث. تناولنا يا رابع في درس سابق سورة النبأ من 1 إلى 5، وكنت قد عملت لها مراجعة سابقة، وأما اليوم سوف أعيد مراجعة الآيات من 5 إلى 16 لنعيد قراءة الآيات الكريمة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. صدق الله العظيم. لقد تحدثت سابقا عن الآيات الكريمة من 1 إلى 5 أنها تتحدث عن تساؤل المشركين عن النبأ العظيم. أما اليوم سوف أعيد مراجعة الآيات من 5 إلى 16. نأتي إلى الآية 6. ألم نجعل الأرض مهادا؟ فقد جعل الله عز وجل الأرض صالحة للإنسان، صالحة للحياة عليها، مهادة أي فراشة. سهل الله لنا العيش على هذه الأرض وجعلها صالحة للحياة. والجبال أوتادا أي جعل الجبال كالوتد، كالأوتاد التي تثبت الأرض لكي تحفظها وتثبت توازنها ولكي نستطيع الاستقرار عليها. وخلقناكم أزواجا أي خلق الله عز وجل الإنسان من ذكر ومن ذكور وإناث، وذلك لكي تستمر الحياة. وجعلنا نومكم سباتا أي جعل الله عز وجل النوم راحة للبدن. وجعلنا الليل لباسا، جعل الله عز وجل الليل لباسا أي الليل كاللباس. عندما يغطي الأرض فإنه كاللباس عندما يغطي ويستر جسم الإنسان. وجعلنا النهار معاشا، جعل الله عز وجل النهار للعمل وكسب الرزق. وبنينا فوقكم سبعا شدادا، ما هي السبع الشداد التي بناها الله عز وجل فوقنا؟ نعم، هي السماوات العلى. خلق الله عز وجل فوقنا سبع سماوات شداد قويات محكمات. من قدرته عز وجل على البعث أنه رفعها أيضا بغير عمد نراها، فهذه جميعها من دلائل قدرة الله تعالى على البعث. وجعلنا سراجا وهاجا، جعل الله عز وجل في هذه السماء السراج الوهاج. ما هو السراج الوهاج يا رابع؟ نعم، إنها الشمس، فقد جعلها الله عز وجل مصدرا للضوء والحرارة. وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا. ما هي المعصرات؟ نعم أحسنتم، المعصرات هي السحب التي تحمل الماء، ماء ثجاجا، ماء كثيرا متتابعا. فإن هذا الماء عندما ينزل على الأرض فإنه يخرج الله عز وجل به الحب والنبات لنخرج به حبا ونباتا. إذن الماء نعمة من نعم الله عز وجل، فإن الله عز وجل يخرج به الحب والنبات لكي يأكل منه الإنسان والحيوان ونعيش على هذه الأرض. وجنات ألفافا أي بساتين ملتفة الأشجار تخرج من هذا المطر. إذن هذه جميعها الآن من الآية من 6 إلى 16 تتحدث عن قدرة الله تعالى على البعث
وقد قلت سابقا أن البعث هو إحياء الله عز وجل للناس بعد موتهم، فإن الله عز وجل سوف يبعثنا مرة أخرى. لماذا سيبعثنا الله عز وجل مرة أخرى؟ لكي يحاسبنا على ما قدمنا من أفعال في الحياة الدنيا. إذا نأتي للمعاني، النبأ العظيم أي هو البعث بعد الموت أي يوم القيامة. مهذا فراشة الجبال أوتادة كالأوتاد تثبت الأرض، سراجا وهاجا وهي الشمس أي المصباح المنير، من المعصرات من السحب التي تحمل الماء، ماء ثلجاجة ماء كثيرا متتابعا، وهي من نعم ودلائل قدرة الله تعالى على البعث. نأتي الآن يا رابع إلى صفحة 22، ننظر إلى الصورتين في الأعلى، أعبر شفويا أنا ومجموعتي عن الصورتين الآتيتين. نعبر شفويا، في الصورة الأولى أرى فيها رجال، ماذا ترون فيها؟ نعم نرى فيها رجال يعملون في النهار. إذن هذه الصورة على أي آية تدلنا؟ تدلنا على قوله تعالى وجعلنا النهار معاشا أي للعمل وكسب الرزق. وفي الصورة الثانية إنها الشمس وتدلنا على الآية الكريمة وجعلنا سراجا وهاجا. إذن الموضوع الرئيسي للسورة هو البعث في الآخرة، البعث هو إحياء الله عز وجل للناس بعد موتهم في الآخرة أي في يوم القيامة. إذن موضوعات الآيات الكريمة، لدينا موضوع رئيسي للسورة البعث في الآخرة. نأتي لموضوعات الآيات من 1 إلى 5 تحدثت عن تساؤل المشركين عن النبأ العظيم، والآيات من 6 إلى 16 تذكر الناس بآيات الله تعالى ونعمه الدالة على قدرته. إذن المشركين من المعنى الإجمالي للآيات أي أن المشركين أنكروا البعث بعد الموت أي كذبوا للبعث بعد الموت، فبين الله عز وجل وبينت هذه الآيات الكريمة قدرته سبحانه وتعالى على البعث. منها كما تحدثنا سابقا خلق السماء واسعة وجعل فيها الشمس مصدرا للضوء والحرارة وجعل الله عز وجل الجبال أوتادا للأرض. لماذا علل جعل الله الجبال أوتادا للأرض؟ لكي تثبتها وتحفظ توازنها. وخلق الله الزوجين الذكر والأنثى، لماذا؟ لكي تستمر الحياة على هذه الأرض. وجعل الله عز وجل الأرض صالحة للحياة، فهي الأرض وفر الله عز وجل لنا فيها أسباب العيش. وجعل الله عز وجل النوم راحة للبدن لكي يلجأ الإنسان إلى بيته في آخر الليل ويريح جسمه من العمل في النهار. إذن إضاءة، قال الله تعالى الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها، من قدرته سبحانه وتعالى أنه رفع هذه السماوات من دون أعمدة. من الهدايات القرآنية أي بعد قراءة هذه الآيات، إلى ما هي الهدايات القرآنية التي نشعر بها بعد دراسة لهذه الآيات الكريمة؟ نؤمن بقدرة الله تعالى على البعث بعد الموت، ونشكر الله تعالى على نعمه العظيمة والكثيرة التي أعطانا إياها التي لا تعد ولا تحصى، ونتفكر في آيات الله تعالى الكونية العظيمة الدالة على عظمته وعلى قدرته، وبعد ذلك كله نستعمل نعم الله عز وجل في طاعته. تحدثت سابقا عن النشاط البيتي، سميت سورة النبأ بهذا الاسم لأنها تحدثت عن خبر القيامة والبعث والنشور، وأيضا سميت نسبة إلى مطلعها فقد بدأت بحديث عن النبأ العظيم.